العجاني ممثلة الفيدرالية المغربية للتبرع بالدم. اليوم كانت واجد في مدينة العرائش لحضور اتفاقية شراكة اللي كانت بين مندوبية الصحة وجمعيات متطوعون بلا متطوعون مع الإنسان. كان تمنوا هذا العمل الإنساني، كانت منه أنه باش يكون واحد القيمة مضافة لمجال التبرع بالدم، وكانت منه أنه يكون عندنا بزاف ديال الجمعيات اللي هي متخصصة في هذا المجال هذا، ويكثروا من هذه الاتفاقيات هذو، لأن التبرع بالدم هو مسؤولية الجميع، وباش نزيدوا بهذا المجال القدام خص تضافر الجهود، واللي إن شاء الله باش نقدروا نوفروا ديك المادة الحيوية اللي كيحتاجها المريض، ويكون عندنا دائما واحد الاكتفاء الذاتي.